يا ريما، يعني إذا أنت ما تحملتي غلاصته وما استوعبتي خفة عقله، مين بده يتحمله لهلا مشنطات؟ أنا مشنطات؟ بقى ريما، الله يرضى عليكي، مرقي له يا هالمرة، إيه؟ تكسبي فيه ثواب، خطأي، عند الله لا يمكن يضيع شيء، وأنتوا بالنهاية مالكم غير بعض، يعني قدري ولقيت غطاها. بس يا سامر، ما بدها بسبسة ريما، ما بدها بسبسة، الله يرضى عليكي، مدي إيدك وصافحي هالمعتر، حاجته، تربى. أنا معتر هالمرة بس مشانك أستاذ سامر. يا ستي الله يكبر شانك، وأنا بكفل لمجدي إنه ما يعيدها. خلاص عندي الزلمة باس التوبة بين إيدي وحلف ميت يمين إنه ما يعيدها. يلا لشوف، مد إيدك. على شو عم تتفرج يا أخي؟ رشعوا الخواتم لإيدين بعضكم، حاجة ولدني بقى. نيال مين بيقدر يجمع راسين على مخدة واحدة؟ ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا ما تنسيش، أنا ما تنسيش، خليك هاجرني ما يهمنيش، ده أنا في خيالك وبين أمالك وجوا بالك معك بعيش. شو مجدي؟ شو ماشي؟ ايه بدك شي؟ مررنا على الوظيفة الله يخليك، سألهم شو صار بالحوافز. ماني فاضي مر لعند حدا هلا، اتصلي فيهم عند الجيران، بدك شي تاني؟ لكن خذ هالقائمة هي، جيب لي إياها معك وأنت راجع. قائمة شو؟ شبكة كهرباء، قائمة أغراض. أجليها لآخر الشهر، ما معي مصاري هلا. لسه في 10 أيام لآخر الشهر. 10 أيام لآخر الشهر ومو صفيان بجيبتي غير 500 ليرة، يعني بعد شوي بنفتح تمنا للهواء. ماشي. شو بدك تتغدى اليوم؟ اي شيء من حواضر البيت، دبري راسك. ان شاء الله بدنا ناكل حواضر من هون لاخر الشهر؟ لا حبيبتي، معقوله؟ لكن شو بدنا نساوي؟ راسم خطه محكمه، يومين طيلسي عند اهلك ويومين طيلسي عند اهلي، والباقي حواضر منزليه. ايه بس هالخطط صارت مكشوفه كثير، لانه كل شهر عم نعملها. ابقى افكر لك بشي شغله ثانيه. ماشي الحال، فكر بخاطرك. الله معك. مع السلامة. مجدي؟ أبو المجد؟ هذا أنت؟ حبيبي. أهلين أبو سمرة. أهلا وسهلا. والله زمان، كيف أحوالك؟ والله تمام وعال العال كمان. هيك يا منظوم، الله يسامحك، هيك بتقدم استقالتك وبتدير ظهرك وبتمشي؟ قول في إلي أصدقاء، في إلي زملاء. والله بهي معك حق، بس يا أخي شو بدي ساوي، الشغل لفوق راسي. إيه طمني أنت، شلونك؟ ريما شلونها؟ ماشي حالة، بتسلم. أكيد عم تدعوا لي ليل ونهار لأني صالحتكم مع بعضكم وخليتكم تتجوزوا بسرعة. معك حق، عم ندعي لك ليل ونهار على الهم ووجع القلب. أنا كان ناقصني تعتير؟ خفيف دم انت، بتضلك خفيف دم من يومك. شو